وجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فضيلة الشيخ. حياك الله. حياك الله. صبح صبح يا عم الحاج. عم الحاج أنا عندي سؤالين. السؤال الأول. نعم السؤال الأول هو كانت السيدة عائشة تعلم الرجال الغسل، أليس هذا فاحشة؟ كان إيه؟ كان شاد عائشة إيه؟ نعم تعلم الرجال كيفية غسل الجنابة، هذا موجود في صحيح البخاري. لا مش البخاري. لا لا. نعم طيب فين؟ لا مش موجود حسب طيب البخاري. الثاني. طيب السؤال الثاني. عائشة كانت عائشة تطوف بجارية لها تقول لعلنا نصطاد بها شباب قريش. لا تعمل ايه جارية؟ نعم عائشة كانت تطوف بجارية لها تقول لعلنا نصطاد بها شباب قريش. لعلنا ايه؟ كانت السيدة تصطاد شباب قريش. مش سامعك. لا يا اخي يا اخي الفاضل اسمعني، اللي بيقولوا ايه زي مش قال الشيخ الالباني، ابن العرش وانقش، اثبت صحه الكلام ونبدا ندافع. لكن ما نعلم عن عائشه رضي الله عنها الا كل خير، وهي احب نساء النبي صلى الله عليه وسلم اليه، كما في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله من احب الناس اليك؟ قال ابو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. قال فسمى رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. وفي رواية رسول الله قال من أحب الناس إليه؟ قال أبو بكر. قيل من النساء قال من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قيل من الرجال قال أبوها. وأما أن إحنا نجد أسئلة أحاديث ما نعرفش صحتها إيه ونتكلم فيها، لو حدث الصحيح أنا معاك نتكلم في الصحيح ونشوف. لا 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 هذه أحاديث ليست لها أصل، واللي يجيب الحديث بأصله يبقى ليك الكلام. إحنا العلم موجود زي ما قلت لك أنا في الحلقة دي في أولها، السنة محفوظة والله ما شاء الله، والله نزدادوا إيمانا بهذا. أنت السنة محفوظة حتى اللي في أوروبا، كتب الحديث اللي في أوروبا محفوظة، كما عندنا في مصر، كما في الأزهر، كما في المكة المكرمة، كما في المدينة المنورة، كما في المكتبات الإسلامية، الموجود هناك موجود هنا. ده من حفظ الله لدينه، لو حرف اتغير هتلاقي الدنيا كلها قامت. وموجود احاديث هم يكرهونها ومع ذلك لا يستطيعون ان ينزعوها من الكتب الصحيحه، هم يكرهونها. السلام عليكم. عليك السلام. وبسم الله الرحمن الرحيم، انت ابو اثبت الكذا ثم انقش. صحيح البخاري موجود عند كل الناس، اما مطبوعه موجود بالانترنت والناس تقدر تراجع. طبعا صحيح البخاري كذا كذا المعروف المتوفى سنة 256 هجرية، هاي طبعا ناصبية، طبعا محل الشاهد هو باب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه صفحة 255 في هذه الطبعة. تجد كتاب الغسل صفحة 255 3 باب الغسل بالصاع ونحوه. طبعا نقرب حتى يكون واضح عندنا. يقول حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو بكر ابن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة. طبعا هنا أخوها بالرضاع، على مكتوب من الرضاع عبد الله بن يزيد، ما شاء الله عتهوى إخوان بالرضاعة. فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقولون، فدعت بإناء نحو من الصاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب. طيب هنا محل الشاهد، طيب إذا كان هذا الحجاب مانع من رؤية أي شيء، شنو الفائدة أنه تجي تعلمهم الغسل وكو حجاب كل شيء مبين؟ وإذا مبين فد شيء يعني هذا جائز، لو حتى هذا كهان أخوها بالرضاعة وهذاك الثاني غريب هو ما راضع من أخواته وبنات أخواته، شلون يباوع على أشياء من جسده؟ طيب هذا مو مصيبة، هي مو كارثة يا صحيح البخاري. طيب البخاري موجود ومطبوعة كل الناس يقدر تراجع. هسه أكو رجل دين عندنا الله يغفر ذنبه نزل باليوتيوب كيف يعلم الناس الغسل، ولابس الرجل ملابس داخلية، بس لما نزل الماء على جسده بين أجزاء من جسده شيء مقزز، فكيف بأمرأة تعلم الناس الغسل؟ حسنا صحيح البخاري موجود ومطبوعة كل الناس. صبح صبح يا عم الحاج، وانت على كيفك وياي تحت التصليب، يعني مو هكذا تورد الإبل. قل عن السيدة عائشة أم المؤمنين تاج رؤوسهم إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. إن بيقول عليها كانت معاها جارية وبتلف بها على شباب قريش. هو بيتكلم حتى كلامه في الأول كان بيتكلم بجهل، هيقول صبح يا عم الحاج، ده متبع يعني تخريفات ومتبع الأفلام كثير وممكن يكون مش على ملة الإسلام، إحنا نشك فيه، لأن كيف يتكلم على أم المؤمنين كده هو؟ إحنا ما بقينا نطيق إن يتكلموا على
مجروحة حكم الاتحاد يا شيخ، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. طبعا احنا قلنا انها احب نساء النبي عليه الصلاة والسلام اليه، وكل الصحابة رضوان الله عليهم فوق رؤوسنا، ولا يمسهم سوء ان شاء الله عز وجل، وكل ما تكلم فيهم فهو مردود على اهله، وكما قلت لكم من قبل. رحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. صبح صبح يا عم الحاج. مرحبا بك. عندي ثلاثة اسئلة. فالاخوة جزاكم الله خير. فاخواننا